انترفيو. مواصلين في برنامجكم حتى التسعة ونص. معنا سي محمد درجيبي عضو مكتب تنفيذي الاتحاد التونسي فلاحة والصيد البحري مكلف بملف زراعة الكوبرا. صباح النور، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام سي محمد. صباح الخير وتحية ليك وتحية كيف مستمعي اكسبريس اف ام. شكرا تفاعلك معنا اليوم صباح. ندخل في صلب الموضوع، وزارة الفلاحة تقر اجراءات لفائدة الفلاحة في منظومة الزراعات الكبرى، كيفاش تقبلتوا هالاجراءات وتلقيتوا الاجراءات هذه؟ في الحقيقة الإجراءات اللي أعلنت عليها سلطة الإشراف مؤخرا، خاصة بالنسبة للزيادات الاستثنائية بعشر دنانير هذه كمنحة تشجيعية للفلاح في قبول الحبوب، أنا سبق وعبرنا وقلنا في امتلاء أنها غير كافية بالنسبة لموسم صعب، بالنسبة لموسم مس تقريبا جل المناطق الإنتاج. كنا ننتظر أكثر من هكا بصراحة، يعني منحة تشجيعية مقبولة، لكن عشر دنانير تبقى غير كافية بالنسبة للفلاحة بالنسبة للموسم هذايا. خاصة احنا نعرف اليوم عندنا هاجس كبير، كل سؤال للفلاحة والسلطة الإشراف اليوم هو توفير وتأمين الكميات اللازمة من بذور الموسم القادم، اللي اليوم يقدر تقريبا بين 1.8 مليون و 2 مليون قنطار. اليوم لابد من تأمين هذه، ولابد من تشجيع الفلاح حتى يقبلوا الصابة نتاعهم والمحصول نتاعهم، حتى على الأقل نوفر البذور هذه ونوفر الكميات هذه ونأمن الموسم القادم، لأن اليوم احنا مرينا موسم صعيب، وإن شاء الله بالنسبة للموسم القادم إن شاء الله الظروف المناخية إن شاء الله تكون ملائمة، ولابد اليوم بأخذ عين الاعتبار اليوم للاستعدادات الجيدة خاصة على مستوى توفير البذور. بالنسبة للإجراءات بالنسبة لتمكين الفلاحين المتضررين من الجفاف والمنخرطين بطبيعة الحال بالصندوق التعويض، هذه باش يتمكنوا من مستحقاتهم قبل موسم البذر، هذه امور بديهيه بطبيعه الحال. احنا لان في المواسم الاخيره الفلاحه هذوما ياخذوا مستحقاتهم في اخر الموسم، وفي يعني في اخر السنه في ديسمبر، وكما الموسم هذايا يعني موسم 22 يعني وصلنا للمارس يعني للمستحقات نتاعهم، لكن الاجراءات هذه اقتصرت فقط على الفلاحين المنخرطين بالصندوق، لكن بقية الفلاح اليوم لتقريب في ربوع تونس الكل، لأن اليوم وقت نراو اللي كونوا 70% من مناطق الإنتاج كلها متضررة بنسبة 80 و90 و100%، اليوم الفلاح المتضررين الغير منخرطين هذوما لابد من اتخاذ إجراءات عاجلة للفلاح هذه، سواء على مستوى التمويل، لأن اليوم الفلاح مر بثلاثة سنوات أو أربع سنوات جفاف، والسنة خاصة بالنسبة للسنة عام تسمى موسم استثنائي خاصة على مستوى التغيرات المناخية. اليوم الفلاح عنده شارج كبيرة، عنده ضغوطات كبيرة، عنده شركات تعاونية، ثم المديونية نتاعو على مستوى الشركات التعاونية، على مستوى المؤسسات المالية اللي خذ منها القروض، كيف سيبدأ الموسم القادم؟ هذه الإجراءات احنا آمننا كان يكون اللي كونه الإجراءات تشمل كل الفلاحين خاصة على مستوى مزارعي الحبوب، لكن اليوم شملت فقط اليوم مش تشمل فقط الفلاح المنخرطين، هذا بطبيعة الحال احنا اليوم موسم صعيب على فلاحتنا خاصة مزارع الحبوب، ان شاء الله تقع على مستوى خاصة على مستوى توفير مستلزمات الانتاج بأثمان مقبولة خاصة بالنسبة للفلاحين، لكن كنا ننتظر اللي كونوا جبر الضرر خاصة بالنسبة للفلاحين وصغار الفلاحي اليوم بالمناطق اللي نعرفوا، مناطق عديدة كما سليانة كما زغوان كما الكياف كما القصرين كما القروان كما مناطق عدة اليوم مضرورة فلاحتها بطبيعة الحال ينتظروا المزيد، ينتظروا أكثر 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 تدخل خاصة على مستوى اللي حاطة بالفلاحة ورسالة طمأنة للفلاحة ذوما، حتى على الأقل يقع اليوم استقبال الموسم القادم في ظروف طيبة. واضح، هذا اللي حبينا نترقوله اليوم في برنامج إكسبريسو معك. نشكرك على تفاعلك معنا، حبينا نسمع منكم بتبيعة إن شاء الله. إن توكا إن شاء الله صابة تكون في الموعد. في الختام في كلمة، يعني معقدة الأمور، متفائلين كيفاش توصف المستقبل القريب بالنسبة للصابة واكتفائنا، وعلى الأقل ما تتوفر المينيموم كما نقوله. لا انا بالنسبه لي احنا اليوم السنه بطبيعه الحال هو موسم صعيب، موسم صعب جدا،
اليوم احنا املنا الكبير اليوم على الاقل نوفر حاجياتنا للموسم القادم، وهذا هذا الهاجس نتاعنا كما ذكرت لك اليوم، على الاقل اليوم تامين المحصول كامل اللي يقع وضعه في مراكز التجميع ثم يقع في الاستعمال وبعد ومده للفلاحه خاصه على مستوى البذور، لانه هذا الهاجس الكبير وحنا نعرفه للبذور اثنين، لكن يلزمنا نمنعوا العام الموسم القادم حتى نمنعوا المواسم اللي بعدها، لان اليوم لكان اليوم ما يقعش توفير البذور للموسم هذايا بطبيعه الحال مش نخسروا اكثر من عام، مش نخسروا السنوات القادمه، وان شاء الله هذايا احنا في امتلاء ما نوصلوش ليه، ان شاء الله اليوم تتكاتف جميع المتدخلين في الموضوع وجميع الاطراف الكل لتامين الكميات اللازمه، وهذا المطلوب اليوم والعمل عليه، واحنا اليوم في بدايه جوان، وان شاء الله اليوم ربي يوصل بالسالم بالنسبه خاصه بالنسبه للمناطق اللي فيها الانتاج، ان شاء الله اليوم تتكاتف الجهود الكلها ونعمل على تجميع المحصول هذايا حتى نتفادى بطبيعه الحال صعوبات اكبر يمكن ان تعترضنا في الموسم القادم. يعطيك الصحة، شكرا لك سي محمد على تفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو. نمشي ونواصلوا كما قلت لكم دونك الان.